سبور الموسيقى الأخبار والزفن سماك التصوير حديث اليوم. مرحبا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بكم مجددا الى هذه الحصه من حديث اليوم، لقاء خاص مع سي محمد لامين كحلول نائب مجلس نواب الشعب عن جهه جابس، عن كذلك الاتحاد الوطني الحر ورئيس لجنه التربيه والشباب والشؤون الثقافيه والبحث العلمي في مجلس نواب الشعب. سي محمد لامين اهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا بكم. مرحبا بوزي سفن. شكرا لك سي محمد. إذن هدخل نبدو بشوية سياسة. البرنامج هذا عنده طابع سياسي، بعد مفاوضات وحديث وتأويلات الاتحاد الوطني الحر مش موجود في الحكومة، هل أنه حقيقة الاتحاد الوطني الحر الآن في المعارضة أم لا؟ هل هو في منطقة وسطى ما بين المعارضة والحكم؟ يعني الوضعية اللي فيها الآن الاتحاد الوطني الحر إلى حد الآن غير واضحة، هل هو في منظومة الحكم ولا في منظومة المعارضة؟ هو نبدو من البداية، الساعة رئيس الحزب والوطن الحر معناها كان عنصر فعال في المشاورات اللي صارت في قرطاج في مشروع معناها حكومة وطنية، فهمتني؟ وكان من الأوائل حتى ربما فما حتى اللي شكون أخذوها باستهزاء شوية وقت اللي قال معناها قرار ثوري على أساس أن الاختيار صار على السيد يوسف الشاهد، وكان من المنطلق أن معناها شباب ومن الأول بشر اللي كان معناها دعم توجه هذايا وكان أقنع حتى الأطراف المشاركة اللي هم 9 أحزاب والمنظمات اللي تعرفهم. بالتالي معناها ما كانتش عندنا نية مسبقة أن باش نكونوا في الوضع اللي احنا وصلنا له في الآخر. بالكل زيد على ذلك معناها والله كنت غبرك الأسرار من نجمش خارجهم، تشكيلة وتركيبة الحكومة والفلسفة متاع الحكومة كانت من معناها مقترحة من الوطن الحر بمفهوم شنو؟ مفهوم أن للمحاصصة الحزبية أو الحاجة، ثاني حاجة نعملوا على كفاءات وكي تكون سياسية يا حبذا. وكانت الفكرة أن نقلصوا في عدد الوزراء وعدد كتاب الدولة، وكانت التوجه ماشي في 19 وزارة و6 كتاب دولة. والأورغانيغرام موجود وين عندي في السيارة متاعي جمعتين قبل ما يتعلن عليها الحكومة بالأسماء هذا الأورغانيغرام معناها فونكسيونير كومون معناها كيفاش تصير ديبارتيسيون كل. وكان التوجه هو أن تصير معناها الوزارات اللي هم فيها تكامل ولا تداخل في الوظيفة متاعها يصير اندماج، وإلا يصير مفهوم قطب. تلك مثلا كي تجي تشوف انت في الحكاية الوسخ الموجود في البلاد كاملة، كل واحد طيش الكرة على الاخر، فهمتني؟ البيئة منشيرة والبلديات منشيرة اخرى. بالتالي معناها كنا حابين نعمل ريجروبمون متاع الوزارات اللي هم عندهم ارتباط حضوي في النشاط متاعهم وفي المهمة متاعهم. وبالتالي بدوا يحيدوا بشوية، صارت المفاهمة متاع قرطاج وكل شيء والوثيقة هذيك وتبنيناها وثيقة ممتازة كل. وين بدات شويه مشاكل؟ بدات شويه مشاكل وقت في التصورات اللي مشوا فيهم فيما يخص الاختيار الوزراء وكتاب الدوله اللي باش يكونوا في الحكومه. الاشكال وين صار؟ هو ان وقت اللي احنا كنا من عنصر فعال وعنصر معناه ايجابي وحاب يقرب وجهات النظر نتاع الناس الكل، ويكون ان بتكون فريمون وحده وطنيه بمعنى الكلمه، وحده في وحده. بالتالي شنو اللي صار؟ اول حاجه صار كانت المفهوم نتاع والتمشي نتاع اختيار الوزراء كان ما كانش بصراحه بالروح نتاع الوثيقه قرطاج. بالتالي ايش معناتها؟ هو انا ولو معناها يقول لك اعطيني انت الوزراء، فهمت؟ والسي في نتاعينهم وانا جبي لي بلاصتي ونعمل ديسباتشينغ، معناها كيما الكاستينغ وكل واحد شنو وين يحطوا. ما تجيش هكاك بصراحه معناها. وهو كان توجه اول حاجه صاحني عرضنا على اساس ان من نقدموا السيره الذاتيه نتاع الوزراء باش نقترحوهم الشخصيات نقترحوهم اللي نشوفوا تركيبه. الخطر علاش؟ من معظم المعضلات اللي كان تعاني فيها حكومه السيد حبيب الصيد
مؤاخذة تصير على زوز حوايج. أن إدو أن فما إن كومبوزيسيون إيتيروجين بما معناها برشا وزراء ماهمش متناغمين وما يتكلموش أصل وكان ما يكونوش نقولوا حتى يتقاذفوا معناها في التهم. فهمتني؟ دونك الروح اللي حابين نمشوا بها بها وحدة وطنية معناها وحدة مفهوم متكامل وتجانس ونمشوا كلها في نفس المسار وكل معناها من الروح هذيك. لا أقول شكون هم الأشخاص معناها السيرات الذاتية ولا الأشخاص اللي باش معناها يكونوا المجموعة كاملة متاع الحكومة وإحنا معناها نحاول نقدموا لك معناها نسات ينرف فيهم معناها ينفعوا كل شيء. قال لي مش مشكلتك. قال لي مش مشكلتك أنك باش تشوف شكون هم معايا. قال لي بصراحة تو إحنا باش نعملوا إيكيب كاملة معناها بمفهوم إيكيب حتى تاخذها من منطلق الكورة معناها إيكيب معناها باش تكون متجانسة. دونك ماذا بينا نعرف شكون معايا يعني في الحكومة هذه. بدأت الاختلاف في النقطة هذه المرة الأولى. نجم نفهمه باللي الاتحاد الوطني الحر حب يتدخل فيه حتى التعيينات الأحزاب الأخرى. والله لا مش مفهوم ندخل. لا 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 لكم سديد الاختيار هذا بالمفهوم مش قالها لك كاريبون. لكم سديد الاختيار لكن ماذا بي أني نعرف التركيبة متاع الحكومة متاع النسات اللي اخترتهم. ودايور تشوف انت كان فما تناقضات كبيره في الحكومه اللي في الاخر اللي خرجت بها شنو معناها يسار مع يمين من كومبوزيسيون تريزيتيروجين بصراحه مش متناسقه مش متكامله وفما اللي تنحروا حتى سياسيين تشوف فيهم في البلاتوات تشوف فيهم حتى في مجلس النواب كيفاش باش يخدموا مع بعض النسات هذوما كل شيء. هذا هو كان ربما الاحتراز الاولاني. والاحتراز الثاني انا قال ماني بون يا سيدي اعطيني انا شنو الوزارات اللي انك انت تراهم معناها كاينه واحده ولا زوز ولا ثلاثه ولا كتاب الدوله ما يسالش اعطيني شنو انت باش تقترح عليا واني نختار لك الشخص معناها المناسب في المكان المناسب. كان الخلاف في النقطه هذه لحد اخر دقيقه واتفقوا على اساس ان تقابلوا وياها معناها لافي نتاع الاعلان وين السبت صارت ونهار الجمعه معناها تقابلوا سيد رئيس الجمهوريه وعلى اساس ان معناها اللي تقريب وجهات النظر لكل شيء. معناها ان وقت لي على اساس ان كان فما لقاء نهار الاحد وخرجها نهار السبت معناها ولو مؤخره شويه فهمت كانت بريفيو نصف النهار من الساعه خرجت معناها بعد ساعتين وكل شيء. اللي هو التمشي بصراحه من احنا حطنا في وضعية أن ما نجمش نكون في المعارضة طبعا إنساني قبل ما نوصل المعارضة نزلت شوية تفاصيل في حكاية معناها المفاوضات. ثم بعض الريومور تقول أن سيد سليم الرباحي كان بروبوزي باش يكون ولا معناها الحزب كان مقدمة باش يكون في بوست متاع وزير. من الغلطات هذه الشخص هذا يا اخوي احنا اوليفوا رئيس جمهوريه ويطمح طموح رئيس جمهوريه وما ينقص حتى شيء باش يكون نهار اخر. ما انا ما نقولكش ربما في الوقت الحاضر من بعد الخبره وبعد بعض السنين معناها نشوفوا احنا بريزونسيال ما نشوفوش ميسريال بصراحه. فهمتني؟ دونك هذه من اكتبت الاكذوبات توا تصور انت سيم الرياحي وانا شرطه وزاره ما تجيش وما تركبش بصراحه. فهمتني؟ وحتى في الحكومه الاولى نتاع حبيب الصيد كانت سواليزون فما دي ريمور يحبوا يعينوه رئيس حكومه وكل كنا معناها حتى هو بون لا قال ايه لا اما كيف حكينا في المكتب السياسي وكل لا لا مش البروفيل نتاع وزير لا احنا نقولوا ام تي بي بصراحه ما في منصب اكثر من هذاك. فهمتني؟ ثم اللي يقولوا زاد الكوتا اللي تعطات للحزب كانت اقل من انتظارات الاتحاد الوطني. والله كانت بريفيو للامانه كانت ثلاثه وزراء وزوج كتاب دوله. قلت لك التمشي هو اللي صار احنا مانيش لان ضد مانيش اقصائيين ما حبيناش يرونا نقصوا فلان ولا فلتان اما اعطيني شكون هم التركيبه بصراحه لخاطر راهو تعرف الوضع نتاع تونس حساس وما يسمحلناش حتى غلط. ولكن احنا باش نبدلوا حكومه نتاع حبيب الصيد اللي متمرسه كل شيء والعيب الوحيد على حكومه حبيب الصيد بصراحه منها هو الترك نتاع واللونتور نتاع في البريز دي ديسيزيون. دون ذلك راجل يخدم 16 ساعه في عمره هذاك وكي تقارن انت الوزراء اللي موجودين في حكومه الصيد وزراء موجودين تويكا مش باش نلوح تهم ولا حاجه اما بصراحه لا بالانس ماهيش هي. تو نرجع بعد ذلك كذا محتوى هي وكل شيء اما احنا المغالطه الاولانيه هو ان من باب المستحيل كان يكون سليم الرياحي مترشح لمنصب وزير وبصراحه احتقار في شخصه وحتى ربما تصير بتفليكه ماهيش هي. اثنين كانت معناها السواديزون كي نحكوا بالمحاصصه ولا المفهوم هذاك كانت ثلاثه وزراء وزوج كتاب دولي.
ودايره والله حتى نسميني كانت تحب حتى شمال الوزاره اللي اقترحوه التعليم العالي والصحه ومش نسيت الثالثه شنو فهمت دونك ماهوش كان هذاك التوجه اما احني راه والله ربما برشا من الناس عيبت حتى من بعض منظلين احني ما نقولكش خاطر المكتب بصراحه راه عكس بيقولوا الناس انا استيم رياحي شركه ويستفرد بالراي وكل شيء والله لقضي حتى قرار واحد معناها واي اجتماع عندنا ما نحكي فيه والله نرجع مرحبا بك تفضل الحكومه تشكلت لو انه تعرضت عليكم الاسماء هذه معناها كنتوا باش توافقوا عليها معناها في ولا توافقوا في المشاركه في حكومه فيها اسماء اللي تشوفها اليوم لا رفضناها هكا علاش هكا المصير اللي كانوا رفضناها معناها رفضتوا اسماء معينه بصراحه نجم تعطينا منهم والله رموش على اسماء الانتماءات الى حوايج بصراحه توكي تجي انت تجي تقول لي معناها وزاره حوكم مكافحه الفساد وتحط فيها واحد كمان البريكي كامل احترامي في بالي التوانسه كلها عارفه شكون السيره الذاتيه نتاع السيد هذا وتناقض هذا اللي صار فيها هو بيده قالك من باب المستحيل لكن نسمح لروحي في 2014 كي نسمح لروحي باش نشارك في حكومه فيها الناظر ومرعنا ان هل الوزاره هذه كنتم طالبين بها انتم مباشره والله طالبين بها علاش وراه مش من مفهوم انفستيغاسيون تاع بوليسيه والحوايج كيما هكا وكيما فهم منها الناس لا هو راه جعل منظومه اللي تكون فيها حوكمة وتكون فيها معناها تبعد شبهة الفساد في أي تصرف للأمانة ونحكي لك إذا كان إنسان بصراحة فكرة كمواطن تونسي خليني نائب وخلي من كل شيء على الشيرة والسياسة كل الشيرة وين تصير الرشاوي والمشاكل تونس معروفة خامجة من رأس السياسة في حكاية الفساد في الجانب في جانب الرشوة هي وين تصير لما في المنظومة الموجودة في الإدارة بصفة عامة كالديوانة واللي تحب عليها وقت اللي تقلص من دور تدخل إنسان في البروسيسيس متاع الخدمة معنا أوتوماتيكمون تحيد وما تخليش تتسرب الرشوة بما معنى لما تولي كل شيء انفورماتيزي وتو توتي تنفورماتيزي توتي تنفورماتيزابل واللي زوتي اللي سيبور انفورماتيك تنويك رخاص بشكل رهيب جدا والله حتى نعطيك اكزامبل صغير وربما هي راهو باش تعرف حتى على كل مستويات النجم نراقبوا تصور بار اكزامبل في مشيت لاوكرانيا يعني استدعوني توينس طلبه عندهم مشاكل بحكم رئيس التربيه كل شيء وعلى ذيك مشيت على حسابي الخاص فهمتني وحليت لهم مشاكل كانت عندهم مشكله في حكايه التعريف الاعتراف بالشهيد نتاعهم وكل بون والوضعيه اللي عايشينها والمعاناه اللي عايشينهم كل شيء تعرفش عاملين في اوكرانيا عندهم بلد فاسد حتى بصفه غريبه برشا جو عينو الوزير الداخليه شامل كل من هو داخلي كل اخش وبرا شدوا ميدان اخر وجاب نسات جدد وعلق لهم تو سامبلومون كاميرا صغيره هني فهمت معناها انسيبارابل ميت نحش وابيك دي سال دو كونترول يسمعوا شي يتكلم ويشوفوا شنو يشوفوا شنو يعمل وش يدير من الاخر وقضى الى ان ينطي ازيرو الترافيك من النوع هذايا كي تقول لي ربما نحلموا ما نحلموش برشا خويا النجم اني بكل فما ان معناها ان فيلوزوفي سامبل نقص الانترفونسيون ايمان سامحني حتى شويه بالفرنسويه نقص الانترفونسيون ايمان في تو بروسيسوس ادمينستراتيف وقت نقص البشر يدخل في الخدمه هذيك بالتالي ما يصير حتى مشكل نعطيك اكزامبل صغيرون عندك في الماتش نتاع الدربي اللي فات هذايا نتاع الفينال تعرف للأمانة وموثقة أنا معناها فم بعض حتى من أمل يبيعوا ما في تسكر وهل حكاية المارشينوار كل شيء تسكرة فهمت ب 15 دينار تباع 100 دينار هو كانت سامبل ينجموا فاسيلمون يعملون دي بي إلكترونيك عن طريق البوسطة والبوسطة تأخذ بورسنتاج منها والناس كلها تخدم وحتى حد بالبطاقة تعريف تخرج تسكرتها كيما في أوروبا كل شيء وجربوها راه هذه ما يقولوا شيء يقولوا له صعيب فما حتى شيء صعيب داير باش نقول لك على حاجة أخرى سي يوسف الشاهد وقت اللي يخدم هو معناها في الجماعات المحليه الوزاره هذيك معناها فما فويت كبيره في توسكي انجستريمون تاع الكونترا وكل شيء باش يعمل منظومه ويوزعها على البلديات كليك وبداو فيها ديجا فهمتني بداو يطبقوا فيها تدريجيا ان تو دوكيومون يصرا سكاني على البلاصه ويتصب في السنترال في تونس دونك
امسح مات ما عرفش ما حتى امكانيه نتاع فروت. وقت اللي تخلي انسان يدخل في خدمه نورمال باش تعطل باش تخليه يتلكأ على المواطن وياخذ منه اللي يحب ياخذ وانت ماشي كل نقص انت نقص تو سكي انترفونسيون ايمان تو تشوف ما عادش يصير حتى تنقص رشوه ما نقولكش تحمي 100%. دونك هذه نرجع لسؤالنا ان معناها احنا معارضين على بعض على بعض مزرعه خاطر فما تعرف كي تجي انت تشوف باغ اكزومبل تونس مثلا المشاكل نتاعها بصراحه عندنا المنوال التنميه نتاعنا غلط وقت اللي انت البلاد خلاها رهينه وكانت تسمح لي باش نحكي في النقطه هذه خاطر من الاشياء اللي اللي بصراحه تونس لازم تخرج من الوضعيه اللي هي فيها وفينا باش نحكوا فيه بالمواضيع العامه هذه خلينا نخصوا بشويه اي نبدو خلينا نبقوا في صلب حكايه الوزاره تابعنا شيء معناها بلحظه بلحظه مفاوضاتكم مع مع رئيس الحكومه حتى وجاء وقت نتاع المجلس الوطني نتاعكم. قبل المجلس الوطني كانت التصريحات كلها معناها واضحة وجلية. أنا شخصيا استقبلت بالهاتف سي طارق الفتيتي رئيس الكتلة وقال أنه يستحيل أنه معناها أنه يشاركوا في الحكومة هذه وبما يعني أنه سنكون في معارضة بشكل من الأشكال ولن نصوت للحكومة هذه. شنو صار في المجلس الوطني هذا باش تغيرت الأحوال وشفنا الاتحاد الوطني الحر يصوت مع الحكومة هذه؟ سي محمد هي كل سياسة ولا وبصراحة سياسة فيها مناورات والكلام اللي يتقال داخل في المناورات خاطر احنا حبينا بارتولي مويان يصير تصحيح متاع الهيكلة اللي هبطت هذيك اللي الناس كل سمعت بها بعد عليك واضح داير فهمتني كانت مويان ديبريسيون تو سامبلومون للأمانة باش نكون معك صريح توفات اللي فات دخل طي التاريخ وكل شيء للأمانة سيتي مناورة فهمتني على أساس مش مناورة اللي نحميه أما حبينا الآخر رمق الآخر دقيقة تصير هيكلة وإعادة النظر الحكومة هذه أو نقول لك الإشكال وين تحب نعطيك الحيثيات من الآخر بالكل الإشكال اللي صار وين أن سيد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي رأى أن معناها ان كو دو سومونس من الاول بالنسبه للحكومه هذه سيتادير كو معناها باش هنا اعلن وهاو باش يتراجع وباش يدير معناها تولي بصراحه معناها من الاول خطوه سلبيه في اخويا نقبلوها كما هي وبعدين كان نصير فما تصليحات ونصلحوا كل شيء هذا هو كان مفهوم الاخر دقيقه وحدين حابين الاخر دقيقه مادام ما خرجش العلن فهمت ما فيها بس صلح على الاقل شويه وكنا ربما تاخذ صبغه بتاع حكومه اكثر فاعليه في وضع حساس وما فيش حتى بصراحه مجال لادنى ريسك باش نكون تقوم به الحكومه ولا انفوبا باش تقوم به. باهي نرجع لسؤالنا الاول اتحاد الوطن الحر الان في الحكومه في الحكم ولا في المعارضه؟ هو شوف من كان تشوف انت خريطه الطريق وكان تشوف طريق معناها وثيقه قرطاج وتشوف ان الاحزاب الكبيره اللي هي تمثل الحكومه كل بصراحه احنا في نفس التوجهات معاه وما نجموش نكونوا متناقضين معاهم كل شيء. دونك مانيش في المعارضه لكن نكون فما نقد بناء معناها لكان احنا صوتنا ضد خطط هو تعرف تقنيات خفية متاع مجلس النواب لما تصوت ضد اوتوماتيكمون اراك في المعارض هيك ولا والوطني حر ما سمعش روحه باش يكون لكن شفنا احنا في الحكومة الفارطة احزاب صوتت ضد في برشا تذكروا راهو صوت ضد امتى في القوانين مثالش اما في تزكية الحكومة لما تصوت ضد راك اوتوماتيكمون افيشي معارض كلير فهمت احنا ما نسموش روحنا بكل صراحه باش نكونوا خاطر بيتو هي بلاد تعيش مرحله صعيبه شويه ونزيدوا احنا نجبدوها للتالي تولي بصراحه لا وطنيه عاد ما كانتش وحده وطنيه الغالب حبيناها تكون وحده وطنيه حكومه وحده وطنيه بالمفهوم الكامل الكلمه مالوريزمون ما كانش هذاك ما يسالش معناها هنا نصوتوا لها خاطر بصراحه الوضع ما حتمش تعرف علاش خاطر بصراحه كان طاحت الحكومه نتاع في التزكيه نتاعها في مجلس النواب كله ما صوتناش عليها راهو بناها صوره بورتي على الاقل شهر شهرين وكل شيء وشوف الوضع انت ديجا هنا عايشين في الستاند باي في جابس ونرجعوا لها بعد تليك وشوف شو تبعات الشيء هذاك بصراحه لا ثم اللي يقولوا ربما الاتحاد الوطني الحر باش نشوفوه في مواقع اخرى من الحكم مثلا في تعيينات الولايات
هو هذاك بحكم أننا ما خرجناش من حكومة أما مش بسطة أما من منظومة كمنظومة معناها منها أحزاب حاكمة وكل أحزاب حاكمة لكن ماناش مشاركين بصفة مباشرة في الحكومة هذه بيان سور باش تصير فيها فما ولات تصير ولات ومعتمدين وربما معناها وعدوكم بأنكم موجودة من الأول مش ترضية خاطر بصيتو بصراحة ما بين ثلاثة وزراء وزوز كتاب دولة في تولي في ولات ثم لقاء بين رئيس الجمهورية وسي سليم الرياحي وقع معناها في اللحظات الأخيرة شنو اللي وقع فيه باش تغير هو اللي وقع فيه هو براتيكمون قلت لك بصفة غير مباشرة هو ان تو سامبلومون البيجي قاسبسي يكن احترام سليم الرياحي خاطر ارجع للتاريخ شوية تلقى ان كان عنصر فاعل في التقريب ما بين زوج شيوخ بصراحة لقاء باريس والله وعنده عنده عنده عاطف خاص على سليم الرياحي بحكم ان مي نقولها لك بالعامي زوز روس كاسحين غلب بالراس الكبير احترام اللي هو منها بصراحة حتى اسم لي حراسة كاسحة شوية فهمتني وفي الاخر قال بون راهو بلي باش تعمل وكل راني مانيش باش نبدل خاطر راهو باش نضر الراجل وحنا نحبوا نعطوش صورة خايبة من الاول خلي ينجح على روحه كل شيء وبريتو مازال وقت طويل وكان فما وجوبية انضمام كل حكومة سسرة فيه وكاو ثم امكانية في تحوير وزاري قادم نشوفه لو حبيها السيد يوسف الشاهد قال معناها نبه الوزراء متاعينا قال لهم راهو حتى حد ما عندك كارت بلونش تخدم وراه فما معناها باش نراقبكم وراهو يلزم حتى بعد دموار نعمل تحوير وزاري دونك وارد انكم تكونوا في ال يعني فمش حتى اشكال مش معني الحكومه ان طونك تال بصراحه راهو للامانه خاطر بيتو فهمتك انا احنا معارضين 100% حتى ولو قلنا مش مصوتين قلنا مية الفعل بالصحيح من باب الف مستحيل لكن دقيق خممنا ان باش نصوتوا ضد الحكومه ونطيحوا في المعارضه مش المعارضه خايبه يلزم تكون فهم سي الهشي قال انتحار سياسي والله انتحار سياسي لا انتحار سياسي لا نقول لك علاش على خاطر للأمانة سي محمد وانت متابع السياسة كل شيء اسكو ضمانات موجودة 100% باش الحكومة هذه تنجح والولي ما شاركش فيها كان خاين وانتحر لا نجم نقول لك اني راني نبهتك من الاول وقلت لك راني فما بارش حوايج ما مشيتش كيما روح نتاع وثيقة قرطاج وانت مشيت فيها وتعنت وحبيت هبط التشكيلة وقال هبط بالمفهوم هذا نقولها لك الاخر بكل قول وين سليم قال سليم انا ماشي للاستاد نتاع المرسي تغشش قال هبط وقتها وسيتير تجارية معناها ما كانش بريفي وقتها ما كان ممكن يوخر بيه شوي دونك للامانه معناها مش انتحار سياسي با دي تو داير احنا وقتها نعاونوا الحكومه نوافقوا على الاشياء اللي هي لا تضر بلادنا ولا هويتنا ابدا بصراحه باش نكون معناها صارمين وعندنا على الاقل الحريه باش نناقشوا ونعارضوا بعض الافكار وبعض القوانين معناها معارضة بالنهاية ماهيش معارضة بمفهومها الكامل معناها فهمتني العملية هذه متاع المفاوضات ما مشيتش معناها سلامات تم موجة من الاستقالات وأولهم سلعشي لا 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 حتى نقول لك كي تفضل كم سؤالك تفضل يعطينا معليش الملف متاع السيد وزير سلعشي احنا استقال وقت يبدو وزراء موجودين في الحكومة هي ديجا فما إشكالية شوي إشكالية أن فما وزير يرى روحها أن قدم الإضافة كل شيء ومعناها يحب أن نكون مشاركين في الحكومة لكن كان سبورتيف اللي هو محسن حسن وبشهادة نسيت اللي ختمت معها في الوزارة خدم خدمة جبارة بون نقول لكش بارفي مي كمان خدم خدمة كبيرة باش وسي حاتم العشي هو بيد استغفر الله سي حاتم العشي بيدة ممتاز وختم لكن الوضعية متاع سيحة المناشي هو أن أمين عام تاع الحزب والإشكال أن من الجمش يساهم في المشاورات اللي صارت كل شيء والشيء اللي يعرفه معناها رئيس الكتلة ورئيس الحزب ربما يجعل شوي سيحة لكل احترام رجل فاضل ورجل خدام بتا معنى كلمة وكان مازال باش يعمل برشا حوايج ممتازة الاخر بالنسبة لتوسكي املاك الدولة وكل شيء على كل دونك ما نصرت نقلت في هذه السي
في الاخر بالكل هو داير حتى اللي عيب عليه سي حاتم بالنسبه للتمشي نتاع سليم في الاخر بالكل هو كولي صار معناها على اساس ان ما نصوتوش ضد الحكومه نصوتوا مع الحكومه هكا واللي صار اما هو مصبرش شويه ربما فهمتني وربما بون ربما عدد بحكم ان سيسليم كان لاهي برشا في المناقشات وكل وين نجمش يا زعما كيما قلت لك انا في بارتي من الحكومه وباش يناقش وين نجمش يناقش ربما هاك عدم التواصل خلى ربما ما كانش ملم بلي ان نحن في الاخر بالكل فما اشياء ما نعلنوش بها اما احنا من الاول انا باش نصوتوا مع الحكومه اما ذاك الكلام اللي تقال برا وكل حاجه اخرى هذاك يدخل في قالب المناوره السياسيه اللي هي عاديه ونورمال يعملها اي حزب فهمتني. في البيان نتاع المجلس الوطني هذا ثم نقطة أخيرة إشارة إلى مجموعة من نواب ستلتحق بكتلة الوطن الحر وإلى حد الآن قاعدين نستنوا في الأسماء. أنت بتشوف هو ديجا واحد منهم يروح بالاستقالة نتاع فمش يستقيل فهمتني تحب نحكي لك على الاستقالات فضل. للأمانة فهمتني شوف هو أغروا بعض من نوابنا حني على أساس أن باش يكون عندهم مناصب سياسية يكتب الدولة وزراء ونسميهم أنا يعني بصراحة ما خبي شيء سي علي بالأخوة كان برومي باش يعينوه وزير الرياض ما صارش سي جويني معنى عنده طموحات بحكم أنه هو نقابي وربما يقولك تقى ترضى علي النقابة وان بلوس معناها متمرس في أمور لتسكي بلديات وكل شيء يكونش كاتب دولة في الجماعات المحلية والحاجة كما هيك ما صارش رضا زغندي قاضي ومحامي كان ماشي في بلا ربما طمعوه بحويجة من نوع هكاية وكل شيء هي بصراحة ممارسة رذيلة جدا خطر ليش فيها المال السياسي وفيها الفساد وفيها حوايج كيما كيف راه ماذا بينا ندقق هنا شكون اللي قاعد يمارس والله ندقق نقول لك اني بينا شكون في الحكومه بها نجبد لك القديم في الحكومه اللي صارت في عام 2014 اقترحوا على الناس فلوس وكل شيء الناس بكرامتهم ما بعدش راح ما فيهم مضامره شكون تتهم بالضبط شكون تتهم نشوف حتى وقت اللي تولي خلي القضايا خذ بجراح لا سمعنا احنا كلام صريح سمعنا لانه نداء تونس هو اللي يحاول لا مش نداء كل لا 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 لا, لا مش نداء هو عنصر فاعل في الحمل الانتخابيه وفي توسكي بون علاقات مع من باش نسمي لك الاسم باش نفسر لك الماء بالماء بون اللي عنده علاقات مع ليبيا وعنده علاقات مع التوريد في برشا اشياء وكل شيء والسلع اللي ترى فيها كل غازيه البلاد كلها تسائل انت السؤال كيفاش بلاد باركه ومعامل مسكره والدنيا كلها غارقه بالسلع الكليك وكل شيء اللي هي تمثل 52% من الاقتصاد التونسي دونك تقصد في سجرايه معناها تقصد هو اللي باش يرجعوا للكتله هم اللي استقالوا في الوقت لا للامانه للامانه بعض منهم مقولكش هما شوف هما ثلاثة معناها ما حبوش بون خاطر النطق الرسمي نتاع الحزب اللي هي سميرة شواشي فسرعت شوية في الديكلاراسيون اللي قالت معناها مش وسمعتوها انتم كل شيء ما أثر غضبهم باهي ولكن في الخفايا ونحكي لك بصراحة احنا ماناش متحمسين برشا للرجوع فيهم الحق دي ينجم يعاوننا كل اما تعرف انسان خاطر في وقت من الاوقات معناها طلع ياسر المنسوب نتاع الكلام القوي وثم السباب وقع وشتموا وبعد خذاوا البيز وطلبوا به من الصحافه كل شيء نعطيك اني مثلا واحد كيما اتهامات ثم اتهامات كبيره لسليم الرياحي وسمعنا وقت تبعنا نقول لك حاجه اللي ما عرفش يداني والقاسي والله كيما نقول انا تويك على سليم الرياحي عنده عند دو سوسيتي دو فوراج زوج شركات تنقيب منهم واحده الثالثه كوتي لا تروزيام في الجروند بريتاني سليم الرياحي عنده جيزمون دو ديامون في الكونغو سليم الرياحي عنده دي زيموبل بارتو في العالم بارتو في سيدني في نيويورك في المتحف اللي انت الكل سليم الرياحي معناها برمي لي بلو جرون انفستيسور في البورس فهمت معناها بصراحة معناها لا يعقل ان باش يحشوا اسم سليم الرياح في حكايتها وترشنو نتاع سليم شبوب وغير كل شيء بصراحة تي والله العظيم انت كان تشوف حتى المشاكل اللي صارت لك كليك راه تو سامبلومون واني شاهد عيان وقدام ربي اللي تي تريزونيت باش يعمل مشروع نتاع المراعي في تونس وعرقلو وعرقل جبالي نوتامون هو بصراحة
وممكن سيسي راه ندم على الشيء هذاك فهمتني. علاش؟ في حكايه اللوكاسيون تاع الارض اللي باش يخدم عليها البروجي نتاع فهمتني نقول ب 10 سنين بعديك 20 عام يجي يقول لي اني باش ندفع القسط الاولاني 53 مليار والمطمون بلوكي والكونتابل نتاع وراهم فهمت. يجي يقول لما نعطيك نكري لك الارض ل 10 سنين مش معقول. دوتون بلوس وقتها كانت في نقطة الاولى سليم راح يجلس في المكان اللي كنت جالس فيه انت وسالته السؤال هذا ما جاوبنيش معناها شنو هي الانفستيسمون نتاعك في تونس ما عطاني حتى انفستيسمون واضحه حتى الهولدينغ وقتها معناها دخلت للسيت نلقاها كومنسوم مازال ما حتى ما تحلش معناها ما ثم حتى استثمار واضح لسليم الريحي في تونس. علاش نقول لك علاش شنو سليم الريحي هذا زوج حوايج تري امبورطونت اللي هو معناها معرض عليهم في تونس هي معناها لا ريلاسيون بوبليك بريفي فهمتني البارتنريا بوبليك بريفي لي تروبي هذوما معناها الشراكه ما بين القطاع العام والقطاع الخاص باش تنجم تجيب مستثمرين كبار برشا خاطر فما مستثمرين اوت جام كبيره فهمت اللي نجم يجوي ويحلوا لك معناها دي جيجا بروجي اللي يخدموا البلاد كل شيء مش باش يخدمهم راهم يكون اكسيونير ويجيبهم معاه. أنا شفت سربي وشفت سعوديين وشفت برشا ناسات باهي هو الاشكال شنو مزود الروبروش الاولى هذه نتاع الشراكه القطاع العام القطاع الخاص هذه اللي كانت مش واضحه والمحاوله تو سيتعدت وعندك ال الكراسه نتاع التنميه مع ناس تدير القانون نتاع اسم التقنية نتاعها على اساس ان باش يولي توسكي ديزون المنوال نتاع بعث المشاريع وكل شيء واضح فهمت دونك هذيك ما صارتش شفتها ومازالت انكور ديجا فيها اشكاليات انا قاعد نصلحوا ناوي باش يستثمر في تونس والله ناوي اما وقت تبدو من واضحة انت شوف لي زانفيتيسيون غير الفعل مالك نعم نية خير من الفعل لا مش حكاية نية خير من الفعل ولا وعود كما يقولوا من كل شيء انت زمان مجلت الاستثمار انت تعرف خطر تونس في حالة معناها في حالة مجلت الاستثمار لتول حد الان مازال فيها اشكالات في بعض البنود متاح لما تصير هذه كتول شوفي تحل لكن فيها رأى نقول لك حوير فيها نقاط خطيرة جدا فهمت جملة المشاكل متاع نعيب ولا مجال الاستثمار راهو في حكاية حرية التملك للأجنبي في تونس خاصة في القطاع الفلاحي تونس في حاجة كبيرة للاستثمار في الوقت هذا أي وأكبر معيق يمكن اللي مقلقنا وربما مقلق حتى السياسة هو الاستثمار والتنمية كيفاش إلى حد الآن سليم الرياحي ما لم يستثمر في تونس لما قلت لك مجال الاستثمار يتصادق عليها وتكون بريمونت فيها حوافز مش حوافز مادية في غنان عليها هو. اما فيها حوافز ليتمئن اللي نجم قلت بكل صراحة وقت يبدي مشروع متاع الأولان يبدي عرقين من كل شيء عدنانك يقول لك اي مشروع باش مش تصيري نفس المشاكل ضمني انت بالقانون وكل شيء وحاكم من الإدارة متاعكم عاش تخلي معنا عامل كالبروسيدور باش ينجم انيترانجي لانفستيني برا شوف الناس جات تاني وبرا شوف الشركات جات تاني دونك ما نشدوش كاستي مريح دي شوف انت تونس اللي هربت لبرا كل شيء نعيبوا عليها مازال ما استثمرش ما نعيبوش على الناسات اللي هزت ومشت المغرب الانانيه بالمعنى الخيانه بصراحه فهمتني اكيد انت تمثل الحزب لكن كذلك تمثل الجهه في المجلس مثل جابس وجابس تستنى الى حد الان في الاستثمارات تستنى في المشاريع ومعناها تتمنى أنه نهار من نهارات معناها الثورة هذه تجيب لها الخير وتجيب لها معناها الاستثمارات والمشاريع لكن للأسف لم نرى شيئا إلى حد الآن تقريبا ونترقب وساعات يقولوا ربما ثم قاعدين نوخروا في برشا حوايج منها الاستغناسيون اللي واقع على المستوى السياسي في الجهة والنواب اللي قاطعوا السيد الوالي وهذا باش يأثر كذلك على المشاريع وعلى الاستثمارات كيفاش ترى الحل؟ باهي انت شوف الوضعية متاع جابس من عهد الثورة اليمن هذية فيما يخص توسكي ديزون منصب والي والوالي شكون في عنك راه منصب حساس جدا شوف قداش الوالي تعدى علينا اللي بقى 3 اشهر ونحو اللي بقى عام ولا عام ونص ونحو اللي جيبوه عارف راح بجي تنح فهمتني عدم الاستقرار هذا شي يولد ان ما فما حتى شيء قاعد يتخدم حتى شيء ما قاعد يتخدم ولما انت ما تطلبش وما تحضرش والليجان ما تخدمش في الجهه لهني كل شيء فهمت ما عرقناش شكون تعرف هذايا السيد الوالي هذايا
ربما راه يصلح في ولايه اخرى اللي امورها منظمه. اما بالنسبه لوغيت جابس ما تجناش على الاشخاص، لكن للامانه لو بروفيل نتاع والي اللي يلزم يجي لجابس لازم بروفيل. ربما شفنا نبضه صغيره احنا من والي. انتم مساهمين في تعيينه في جابس عن طريق السيد ماهر بن ضياء. شوف هو كنا نحكوا فيهم بكريك قبل لونتين، فهمتني؟ هو هذايا ان سالتم الله فاسالوه البخت. السيد هذايا جار وصاحب زميل هو وسي ماهر بن ضياء، وبما ان ماهر بن ضياء وقتها ديجا وزير ومنتو امين عام تاع حزبنا وكل شيء ومتقرب ويحضر في النيغوسياسيون وكل شيء، قدم السي في نتاعه بصفه شخصيه. هو قدم حتى لين جماعتنا كل يقول لهم نتاعكم انتم لا نعرفوا ولا هم انخرط. وحتى كنت تسال ام تتاسس الوطن الحر وشنو شنيه الوطن الحر مفهومها كامل ما يعرفهاش، ما عمره من تمنى وماهوش نتاعنا. وتو سامبلومون عين سي ماهر ضياء بحكم صداق وزمال ونسبوه لنا للوطن الحر. هو خاطي الوطن الحر ما عنده حتى دخل بالوطن الحر هذه اللوت. ولكن انا واحد من الناس مشيت له قلت له ما كنت صاحب سي سي ماهر بن ضياء. سي ماهر بن ضياء قال لي راه بربي سينا من عاون كل شيء احنا نقروا حسن نيه. السيد قلت له نقول لك حويجه في جابس ما توعد الا لتنفذ ناض من البرش من الكرسي نتاعها وتخشش. قال لي اني ما نقعد كان ينفذ. قلت له لا رد بالك راه في جابس هني حساسه شوي وراه جابس مشاكلنا كبيره برشا. وجابس راك كوالي انت ما نحبكش تتواطا مع الجروب شيمينك، ما تتواطا مع الجروب شيمينك. كان تحب نحلوا الدوسي هذايا انا مستعد باش نتكلم فيه. فهمتني؟ هذا تعطيني ايش عندك مثال بالنسبه لي اني بالنسبه لي اني خطر اللي يهمني في جابس نقول لك توا كي نحكوا على الاستثمار وكل شيء احسن استثمار يكون في جابس شنو هو الفوسفوجيبس اللي قاعد طايش في البحر يحبس، استنزاف الميد المائية تحبس، والغازات السامة ما عادش يعملوا لي فلتر نتاع عينهم ولا تصير إعادة ريسك لمتاعهم وما يخرج كان منهم كان نسبة ضعيفة. لما أنت هذوما ثلاثة هذوما وحكينا فيها وهكا سيمون شيفال دو باتاي يقول الفرنساوي أني بيرسونيلمون مانيش باش نسيب والله العظيم باش نقول لهم كيما الشوكة في حلوكم. اللي معطل الشيء هذا يا خويا محمد تو سامبلومون هي الإدارة تاع جروب شيميك. ولما كلمت وقت اللي عملوا كل الايام تاع الفوسفوجيبس في مطماطه كل شيء كلمت الرئيس المدير العام تاع المجمع الكيميائي، فهمت السيد مش قابل حتى النقاش. سي محمد عمليه بسيطه جدا، انت كي تشوف فوسفات اون امون اون افال سيتادير من الاكستراكسيون تاع من الاستخراج تاع من قبصه ويجي تخدم في قابس لهني زوز جهات هذوما منكوبه. شوف انت توا اسالهم قداش خسرنا من مليارات في السنين اللي تعدوا هذوما الكوليك، فهمت؟ معناها شنو المونكا غاني كسوا منا والا في جابس. توا يقول لك احنا نستغلوا في 30% من طاقه من الاكستراكسيون تاع الفوسفات. سؤال بسيط جدا ونلحقوك من يحكوا عليها كل يوم وتشدقوا لنا بها كل شيء، انت ك 70% ولا 60% اللي ناقصه شنو من بربي طلبيات الناس في قفصه و60 70% اللي ناقصه في البرودكسيون في جابس هني شنو طلبيه الناس اللي طالبين طالبين مستحيل مش طالبين مستحيل. كان ينجم يا برودكسيون 100% من والبرودكسيون 100% وش تولي وقتها تولي الدوله كلها امورها مريقله كل شيء وشنو باش تخسر انت قايم بصفه بسيطه جدا. احسب المليارات اللي خسرناهم في السنين هذوما كوليكا اش كان نجم يعملوا معامل ويخدموا فيهم ناس مش اوبليغاتورمون داخلهم في الـ في الـ سي بي جي كيف كيف في جابس هني يا اخي. التنميه نقولها لكم جدا ونموت عليها راهو التنميه في جابس ما تصير يا خويا ما عادش تطيش الفوسفوجيبس البحر ما عادش تزف لي من الميدمائيه ترجع لي الفلاح نتاعي. موجود الحل موجود الحل بيحبوش عليه تعرف قاعدين يعملوا. اني تقبلت اني ورئيس مدير عام في كان في البيئه وهو تو في المينيستير دو ترونسبور قال لي سي لمين نقول لك حاجه اون 2009 2010 لا سوليسيون كانت موجوده وتو باش نذكر الناس اللي خرجوا نذكر كان زين العابدين خذي قرار قال لهم سيفيني ستوب البوليسيون في جابس نحا وكان قاب قوسين او ادنى باش يتنفذ الشيء هذا. جات لي تروب الدنيا كلها تعطلت. باختصار شديد الاراده مفقوده في الماء في الاداره تاع المجمع الكيميائي وكل من شد مسؤول هني في جابس بكلهم متواطئين خاطر لما تكون فما اراده صادقه خاطر ما نطلبش المستحيل. وقت اللي عملنا محطه تحليه مياه البحر
معاش نسنس في الميد المائيه الميد المائيه وتو تشوف العيون كيفاش تخرج في جنين وديرها كل شيء ترجع للفلاح المزهره اللي هي شيء حزن شيء بكي اش كانت جابس. لما معاش طيش فوسفو جيبس البحر ترجع الثروه البحريه والصياده نشاط الصيد البحري يرجع كما كان كل شيء. وتنحنا الغازات السامه اللي هي دي فيلتر وهذا ماشيين فيهم ديجا ركبوا واحد من ثلاثه كان تولي جابس تولي فريمون ترجع كما كانت قبل ما ناش طالبين اكثر من هذاك. احنا لما تنحنا الافه اللي موجوده تويك فهمت وباش نخدم كان ما نقولها لك انه صراحه باش تاخذ علي يعني عهد ونتحاسبوا بعد هذيك فهمت. لما ينحون الثلاثه المعضلات هذوما جابس ترجع جنت رضوان وتولي تنمي موجوده السياحه موجوده والفلاحه موجوده والصيد البحري موجود الكل يمشي امبيكابل. باهي اني باش نقول لك حاجه اني باش مع راهو فما بعض من الشركات ما نقولش الكل من بعض الجمعيات البيئيه مموله بصفه كليه من مجمع كيميائي افهم الباقي. لما انت جمعيه تحافظ على البيئه وتعلن باللي هي تلوث وما تلوث كل شيء ولكن قاعدين مش الكل راهم ما تهمش الناس كل فما جمعيات صادقه فهمت. الناس الصادقه في هالبلاد هذه انا باش نعمل تحدي خاطر علاش يتلكي هو راهو في ظرف عام يتحل الاشكال هذا يا راهو في ظرف عام يتحل باش نعمل كرونومتر خويا يعني ويبدا من 365 جور من نهار الاولاني في مجلس النواب ويصرا دي كونتي معناها كل نهار بنهار ينقص في دم عام خويا العزيز نحونا المصايب هذوما ثلاثه سينو اني وبشر ننسى لا نايب ولا يمين في حد شيء وكل منهم قوبسي احرار نمشوا هزوا نتاعكم ماش حاجتنا خاطر العرب ما تفهم كان بالمنطقه هذي خاطر ماهوش معقول باش تجي تقول لي انت خو... لا يا اخي لا يا اخي من اليوم باش نبدو نحسبوا لا من اول نهار في مجلس النواب اكتوبر من اكتوبر من اكتوبر معناها عام اذا كان ما عام لكن ما نحوش اني واحد من الناس باش نقود الحمله هذه حمله نزل حمله هز نتاعك ماش حاجتنا ماش حاجتنا يس في الف برك والناس الخدامه اللي تخدم لا خلي الخدامه يرجعوا للفلاح ويرجعوا للصيد البحري ويرجعوا للدنيا كلها شكون باش يخدموا؟ اللي يخدموا لا يخدموا ديزارتيزون يخدموا يا اخي راهو مش معقول انت كي تشوف من 2006 وممكن حتى قبل من 2006 تو 2016 والاداره نتاع المجمع الكيميائي تتلكا ومعناها تلقى في السبل وكل شيء وبالعاني يعمل لك مشكلتها والمخشر ما وها واش منا ومنا وتعرف يبدا السوليسيون موجوده لما يعرفوها هي رياليزابل واش تنجم تتحقق يبعثوا لك واحد من دس من غاديكا ويثير البلبله وكل شيء. باختصار شديد يا اخي الناس هذوما اش يحبوا منا ماك انت عندك امكانيه باش تستثمر هالقطاع هذايا من ناحيه الاستخراج نتاع من ناحيه الصناعه نتاعها يا خويا تستثمر 100% في الـ في الـ في الـ من شيره قفصه 100% في جابس لكن اعطي حق الناس هذوما اعطي حق الناس هذوما وتو تشوف تولي تونس لاباس عليه في الاخر بالكل ربما نقطه اخرى خاتي الموضوع نتاع تونس معامله على الفوسفات وعامله على قطاع السياحه قطاع السياحه في الثمانينات سي محمد يعني كنت عايش بلجيكا كانت نوع من سينو دو ريشيس وقت اللي يبدا بالج باش يجي يعدي العطه نتاعها في تونس ودون لو تون سيلفي بارتون وجوني اوليداي وغيرهم وغيرهم يجوا يعدوا العطه نتاعهم لهني كانت اود جام هذا نقول لك علاش تو سامبلومون هي اون ايرور استراتيجيك والتحليل هذا شاطرني فيه واحد صحافي بلجي كل عام مدة 25 عام كل عام يجي مرتين قال لي شنو عمل زين العبيد نتاعكم الكاتاستروف شنو هي؟ هو ان حل الناس كليك واصحاب اصحاب واصحاب نسابه كليك واعطاهم متله ونسيب وخالها هو اللي يبني والمشكله الكبيره وين؟ خذوا قروض من البنوك والبنوك هكا تو نعانوا فيهم التو معناها البنوك الوطنيه بالتالي شنو؟ وقت اللي يكثروا من الوتله معناها عدد مهول نتاع وتله اش تولي؟ وقتها معناها عيطوا لك قول راهو مش معبين وتله هذوما اي سي السياحه برا هبطوا في الاسوان اللي مدينه مهزله 120 سي محمد 100 دي زونغلي ها بروبوز عليها 120 اورو باش يجي عادي ثلاث ايام في تونس. باهي سيادتك رئيس لجنه التربيه والشباب والشؤون الثقافيه والبحث العلمي القائمه طويله والاسم طويل ياسر كل ما يهم الشباب معناها في مفهوم الدراسه نحبوا نعرفوا اللجنه هذه شنو قاعده تعمل. اللجنة هذه خاصة أن احنا عندنا شوانت الآن تاع إصلاح التعليم أي. في منظومة تاع التعليم الثانوي والتعليم الابتدائي وكذلك التعليم العالي أي. هل كان عندكم دخل؟ هل كان عندكم رأي؟
شنو تقييمكم للي قاعد معناها الشانتي نتاع نتاع التعليم ونتاع الاصلاح؟ والله شوف هو الـ انا حصل لي شرف اني درست في بلجيكا وني طالبة وقت لي في الويكاند. هم يعملوا انتخابات نتاعهم ديما في الويكاند سبت واحد فهمتني. نعم تثنين كي مشيت هذه الكارتابة نتاعي باش نقارب في الليسي وكل شيء فهمت. قلت لهم شنو باش يصير اليوم؟ هام كانوا الكاثوليك هاو اليوم السوسياليست. قالوا لي كاثوليك سوسياليست اللي تحب عليه سميه ما يتبدل حتى شيء فهمت. على خاطر احنا في تونس بصراحة راهو اللي من احسن نقول احسنت اني واحد من الناس الرحمة لبرقيبة في التعليم خرج الرجال بصراحة. والكارثة صارت في عهد الزين. كيفاش صارت في عهد الزين؟ هو ان كل وزير يحك راسه يبدل لك منظومة التربية كاملة منظومة التعليم عالي كاملة ويتصرف كما يحب هو كل شيء ويقضي على دي جينيراسيون دي جينيراسيون. هكا تشوف فيهم قدامك انت شنو النتيجة اللي حصلت. احنا شنو واش طلبنا؟ يعني احنا كان نوصلوا نحققوا هذه على مستوى اللجنة نتاعنا احنا. اول حاجة خدمنا مع الوزير لكن بصراحة معناها ياخذ في اشياء منا ولكن يقول لك هو الوضع يستدعي اني باش ناخذ قرارات سريعه دونك بدي يصلح في بعض الاشياء معناها وخرج شويه. احنا ايش عملنا؟ جبنا له برشا منظمات مدنيه اللي عندها باع وذراع في اصلاح منظومه التربيه كل وخذينا منهم الريزومي نتاعنا واعطيناهم للجنه اللي تشرف على اصلاح منظومه التربيه كل وسمعونا وجبناهم دايار في مجلس النواب ختمنا وعملنا برشا جلسات. حملنا اربع جلسات من التقارب وجهه النظر ما بين المنظمات هذوما وما بين معناها الثلاثه اللي يمثلوا معناها القطب نتاع اصلاح منظومه التربيه كل. وزيد اون بلوس احنا شادين في حاجه واللي هي نحب نعمموها في تونس باش ما تبقاش في تونس ديما عرضه التفكير نتاع وزير حاك راس عمل لك وبدل لك مسار تاع دوله كامله واستراتيجي غلطه وفيقوا بها بعد سنين وكل شيء. هو ان باش يكون مجلس اعلى للتربيه بصفه عام وتكون فيها منظومه التربيه وتكوين التكوين ودائر هي الاقتراح اللي كان عندنا في الحكومه ان يكون قطب نتاع تربيه كل شيء. وهذه من فكره من افكار اللي كانت نتاع حزبنا احنا فهمتني مالوريزمون مشوش فيها اما باش يصير فيها تقارب كمان فهمتني. لكن يصير مجلس أعلى وتكون مجلس عليا في كل الأشياء في المسارات اللي تهم الدولة متاعنا ما عادش يصيرنا حتى إشكال متاع ديراباج وتولي معناها الدولة متاعنا بصراحة منام عرضة اللي يتفلسيف متاع الناس فهمت ويخلي معناها اللي ريسك معناها وش ينجر عليه وهكا اللي صار كوارث اللي صارت لنا في التربية. دونك احنا شادين صحيح في مجلس أعلى للتربية مفهومة كاملة وشدين حاجة أوسي باش نعملوا منتدى برلماني فهمتني وباش نجيبوا فيه خبرات نتاع نسات اللي تعدد بنفس المسار نتاع اصلاح منظومة التربية نتاع اللي صارت في العالم فهمتني. والحق لقينا سند كبير من الاندي اي من ليري من اليونسكو من فهمتني وهذوما كلي قالوا نعاونوكم باش تصير ايام برلمانية في الموضوع هذايا اللي باش نحاولوا نقربوا فيهم من الفيتوس نتاع فكرة مجلس اعلى للتربية. اللجنة نتاعكم اقل شيء باش يكون عندها حق الفيتو اذا كان شافت حاجه معناها غير مناسبه في 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 المنظومه نتاع الاصلاح التعليم هذه. انتم معناها عمليا انتم الوحيدين اللي معناها اللي ميو بوزي خاطر انتم منتخبين مباشره من الشعب. اكيد اكيد تمثلوا اراده الشعب مباشره. اكيد سي محمد ودير هو هذايا. شوف اللي مش عارفين برشا من الناس فما جانب تشريعي فما جانب رقابي بالنسبة لمجلس النواب. وتعرف أن معناها أي وزير وأي شخصية سياسية فهمت ما معلاش أنا حتى بالرئاسة الجمهورية 10 نواب يصححوا يجي مسائلة فهمت. ومسائلة كان ما اقنعش ها تنجم تصير حتى أكثر من هكاك. دونك بالتالي من احنا نتعاملوا ونتوسموا الخير وحتى فما بعض اشياء اللي نراها واللي يفيقون بها المجتمع المدني يقول رد بالك مرة غلط هذا كل شيء وصار ديجا في المكتب كان عندك بعض من الكتب صحيبه فهمتني وما زلت تصير برشا حوايج كيما هذاك. شوف احنا بحكم ان ما زلنا ديمقراطيه ناشئه وكل للامانه على الاقل نمشوا بازابا نمشوا على الاقل تويكا وقت اللي نارو فما خطا ولا حاجه فريمون استراتيجيك غلطة نفيق الوزير وندوه ونستدعوه بون جلس استماع ما حبش يصلح تولي مسالة ما حبش يصلح سحب ثقة.
شكرا لك سي محمد الأمين كحلول نائب مجلس النواب الشعب عن جهة قابس وعن الاتحاد الوطني الحر وكذلك رئيس اللجنة الطويلة هذه لجنة التربية والشباب والشؤون الثقافية والبحث العلمي. نخلي لك كلمة للختام إذا كان حبيت تختم فضل. والله إني ماذا بيا شوف توينز بصفة عامة يعطوا مهلة شوية ينقصوا شوية من يخلي خويا توسارت حكومة ونحاول نعاونوها الناس كليك هاك علاش احنا مفهوم أن ما جبناش في التصويت ضد أما نحكي على جابس بصفة خاصة توي جابس راهو للأمانة يلزمنا هالسلبية اللي عايشين احنا مانيش باش نشوف انت سباقس عندهم معامل سامحني في الكلمة معامل محايد معناه المظاهرات اللي صارت وقال له هزم تاعك وانا باش يفرتكوا فيه وباش يحاولوا والزين وقت حكيت لك اني اون 2009-2010 كان قال لهم انتم لو كو باش تعملوا بيه ريباراسيون تاع الكومبلكس هذاك وليك برو هزوا حولوه في بلاصه اخرى اللي هي والنسات اللي باش تحطوا بعدهم عوضوا لهم في اماكن اخرى وخلي على الاقل يكون معناها تخفف على الناس هذوما. باختصار شديد احني جابس مستحقتنا الناس كل نقف يد واحدة مع جابس وربي يكون مستعان ان شاء الله. شكرا لك. هكذا نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة من حديث اليوم مع تحياتي انا محمد كشت. الى اللقاء. حديث اليوم سبور الموسيقى الاخبار وزفن سن معك التصوير.